رح ارجع مثلا احكي عنه داخليا، ولكن خليني فوت معك على الانتخابات النيابية. ما بشرى خلص خليل؟ وقتها، خلصت. لا بالعكس، معك ما خلصت، معك بلشت. لأنه أنت يعني خلقت من وراء حديثك حالة معينة للانتخابات، أو إذا بدك تعبير آخر عكس ما العالم شافت. العالم شافت أنه بشرى خليل ترشحت، سقطت، فشلت بالانتخابات. تتقبلي أول شيء كلمة فشلت؟ لا، ولا فشلت ولا سقطت ما اصلا يعني. بتتقبليها، ولا سقطت لا ولا فشلت. شو ما نكت؟ اخذتش الكرسي هاي يعني، طيب بس يعني اخذت كراسي اهم بكتير. شو أخذتي؟ اول شيء هلا الكرسي اللي بوجدان الناس وبضمائر الناس اللبنانيه ككل، مش طايف بس شيء ما او جبتي شنو. كثير أصوات. هلا حسب ما عطوني هن شو عطوني يعني، هو اللي عطوني اياه يعني، كتر خيرهم كمان طلعت الاولى بالسقط مبانش بالتفضيل يعني، هول اللي طلعوهم هن ليبينوا انه في ديمقراطيه، وهي طلعنا لها كم صوت. انا لو ماخذ 100,000 صوت مش حانجح، كان لو ماخذ 100,000 صوت مش حيطلع لك من الصندوق. ما كنت قايل كيف يعني يعني عم تقولي انه في زعبرة؟ لا شو بس زعبرة، في انتخابات بالجنوب صارت، ما عم بقول على رؤوس الاشهاد. ممنوع يكون عندك مندوبين، ممنوع يكون عندك برؤساء الاقلام، ممنوع يكونوا من برات المنطقه، اجوا كلهم شيعه من قلب المنطقه لرؤساء الاقلام، وهي بالقانون ممنوعه هيدي. الفرز كانوا هن عم يفرزوا للشبيبي يعني، الكاسكيتات الخضر يعني، وحزب الله شاهد اخرس قاعد. فينك يعني حزب الله؟ لا ليش بده يخوني؟ شو في عهد بينه وبينه ليخون؟ لا عهد بس فيش عهد. بدل ما يكون صادق غطى على فساد صار هنيك، ومش أول مرة مغطي على بر وعلى قصص بر يعني وحركاتهم يعني. اليوم بتعتبري حزب الله فاسد؟ لا كيف فاسد؟ بي بي فساد شي تاني هيدا الفساد. الفساد فساد من أمور صغيرة ست بشرى. لا أنا سميته اليوم شاهد اليوم أخرس، شاهد بالزعبرة بكل شيء. ايه طيب، ما هو اللي بيقولوا اللي بيسكت عن الغلط بيشارك بالغلط. لا مش اللي بيسكت عن الغلط، اوقات في غلط بتسكت عنه الغلط عند غيره، بس لما بده تصب نتيجته عندك هون المسؤولية، هون محملة حزب الله المسؤولية. انا انه اليوم انت حليف بالانتخابات، اول مرة هددوني بيقوصوا علي وعقودتي ومش عارف شو، تاني مرة هددونا بقنابل وإلى آخره، ثالث مرة حطوا يافطات على مطارح وعلى قرى وبلدات ومدري شو، هاي بلدتنا بهبر وهي مدري شو ممنوع حدا يفوتوا إلى آخره. طيب حزب الله، ما أنت موجود بهاي المطارح في بلديات، أنت رئيسك كانت، أنت مسلمك حزب، أنت قبلان؟ بعد سألتهم أنا قبلانين، ما إجا الجواب. بدي جواب لشوف، هي من أول حادثة بدي جواب، بدي اعرف شو موقفكم. لما ما اجى لعندي حدا صديق يعني، وزلم بموقع يعني، وبشوف دغري القيادة اللي فوق مباشرة يعني، ما اجى الخبر. اعطينا فرصة تانية، قال لانه انا التأخر مني مش منهم، كان عندي مهمة، ما اجى الجواب. اعتبرت انا عدم جواب هو جواب يعني، الرضا، السكوت علامة الرضا يعني. فعرفت كيف هلا يعني، لما راضي عن أعمالهم معناته ونتيجة أعمالهم بدها تصب عنده، لأنه هو حليف بالانتخابات والليحة وحدة والأصوات وحدة. لما بتمنعنا نحن نكون مندوبين على صناديقنا، بتمنع رؤساء الأقلام يكونوا أجانب غرب عن المنطقة مثل ما لازم، وبتجيبهم كلهم من عندك من منطقتك وبتكسر القوانين فيها، لما على الفرز بيكونوا هن عم يفرزوا على ذوقهم، ولما شو يعني بدلوا أصوات؟ 100%. طيب قل لي برا، طيب ما كل الدنيا عارفة انه انا اخذت اعلى نسبة اصوات برا باصوات المغتربين، وينها؟ ما بين منها شيء. هلا ما بنتقابل طبعا. هلا بدي زينها براسي، بعدني هي بعد في شوية وقت يعني، بس اذا بدنا نحكي بكل هول رح يفيد الاشياء. الطعن اذا قدمتي؟ لا، هي انت في اسباب اكيد موجوده بتطعن وبتلغي انتخابات، الاسباب اللي بتلغي موجوده متوفره قانونيا يعني، هلا بيتاخد فيها ما بيتاخدش فيها موضوع تاني يعني. هلا نحن بنستعرضها وبنقدمها اوقات لنحطهم قدام الامر الواقع انه انتم عاملين هيك يعني، مغلطين هالقد، وهي بتلغي الانتخابات تبعكم، وانتو وجودكم وجود غير شرعي غير قانوني يعني.
يعني انت وكيل بوكيل مزوره عن الناس لما مطعون بوكيلتك عن الناس. هلا بدك قناه طبعا مطعون بوكاله الكل، كل اللي نشحوا عنا بالمنطقه مطعون بوكيلته. ليه بعدك عم بتفكري اذا بتطعني او لا؟ لا اوقات نحن بنعمل شيء بس لنحط انه ليكوا انتو شو عاملين، لنفرجيهم ان شو عاملين. يعني ما بيهمنا وقت من ام دعوه مش ناطرين الحكم فيها، بنبقى هي بذاتها الدعوه هدف، اقامتها بذاته هدف. يعني رح تطعني بعد ما مش اكيد. لا مش اكيد. بعد الانتخابات تواصلتي مع اشخاص من الحزب؟ لا لا قطعت التواصل. لا بعد اصدقائي جربوا يتواصلوا معي بس انا مش عم برد على حد. ليه زعلانه؟ ايه ما عاد يطلع للحزب. ليش؟ مش عشان موقفهم من الانتخابات، في امور ثانيه. مثل يعني لما في امور انا بصفتها حدا يحكي بالسياسه ضدي مش غلط، حدا يتهمني بالسياسه مش غلط، حدا يعيرني بصدام وبالقذافي مش غلط، يعني مع انه هاي ملفين انا شايفه حالي فيهم. يعني وفي كتير بالسياسه مش غلط يعني، يعني وبدليل انه انا بوقف بالسياسة. يعني انا لحد هلأ شو يوم حاكي كلمة سيئة بشخص الرئيس بري؟ ولا مرة. انا بنتقد بالسياسة عطول اي حدا، انا بالسياسة اكتر. ليه زعلانة منهم؟ لا في ناس تجاوزت معي الى غير السياسة وقبلوا هن. مثل مين؟ هاي هن حركة امل ونبه بري وجماعته اللي كانوا عم بيهددوا واضح التهديدات. تسمعي بعض المحللين شو بيحكوا عنك مثلا اذا حكوا عنك بالسوق او شيء؟ ما هلا بسمعش توك شو السياسي انا، انه اقعد احضر بالتلفزيون. ما بتسمعي؟ لا بحضر بس تصاريك المعلومات. قليل بحضرش تلفزيون انا، اذا بدي احضر تلفزيون بحضر الفاشن تي في يعني. بس فاشن تي في؟ ليه هالقد بتحب الموضه؟ وفي محطات ديكور بحبها كمان. بتحضر الديكور والفاشن تي في؟ حلو اوقات الاستوري هيدا، اوقات شغلات وثائقيات تاريخيه هيك شيء يعني. شيء بعدك عن هذا الوضع المريض المقرف اللي حواليك. ما بتحضري سياسه، بتحضري فاشن تي في. شو بدي احضر توك شو سياسه؟ قليل يعني. يعني بتحب الشوبينج يعني؟ لا مش ضروري شوبينج يعني، بس انت بتطلع بالمول. شوف الفن الجماليات بالدنيا. اصلا انت يعني معروفه بازيائك الخاصه، معودتينا على هيك قصص معينه. ايه بس انا اتابع حزب الله كتير كبير. الرئيس بري واضح كان انه ممنوع بشرى الخليل تطلع هيك، الممارسه السلوكيات على الارض كانت هيك. انت سمحت له؟ لا في ناس بتقول انه معقول لا الرئيس بري عامل حساب للست بشرى. هو اللي كان عم بيقول، انا اللي كنت عم بقول، هو اللي كان عم بيقول. وين قالها؟ قالها بالاول لما باول خطاب مركزي عن الانتخابات حكى عن وكلاء صدام والقذاف. مين وكل صدام والقذاف؟ اول شغله حكيها وعطى الضوء الاخضر لجماعته بالهجوم. يعني كانت رسالة لجماعته، كثفوا الهجوم بشكل غير مسبوق يعني. هلا بهاجموا، انا بحب المعارك يعني ما عندي مشكلة بالعكس يعني. انت الحروب للمعارك. لا والمعركة مع الكبار حلوة يعني، انا ما بتعارك مع الصغار، بس اما كبير مع كبير حلوة المعركة. بس حز رئيس بري بوقت جماعته كانوا اخر اسبوع عم بيبرموا كل ضايع، عم بيبرموا على كل الفئات او الناس اللي ممكن ينتخبونه انه ما تنتخبوا بشرى. بالشخصي كانت المقابلات. اضطر يشتري اصوات، خليه يقول لا. اضطر اخر اسبوع اشترى الرئيس بري اشترى اصوات نبيه بري. قد ايه؟ هلا بين 3 وال 5 ملايين دولار عم بيقولوا دفع حق اصوات. 3 وال 5 بين 3 وال 5 وبعدين النتيجه مش مثل ما قالوا. حكوا عنا 48% انتخاب، مش صحيح، كذبه هيك كبير. اقل؟ اقل بكثير طبعا، ما برايي ما تجاوزت 36% المشارك طبعا. يعني اليوم عم بتقولي انه كل شيء صار بالجنوب هو كذب بكذب. ما صارش انتخابات، عم اقول لك ما صارش، مش انتخابات اللي صارت بالجنوب. مش انتخابات، لا. طب ما عم اقول لك انا يكفي انه رؤساء الاقلام هن من نفس الجنوب. رؤساء الاقلام بيصوروا من منطقه بيصوروا بالزهران من منطقه النباطيه. بس اليوم يعني عم بتقول عم تتهمي الرئيس بري انه دافع 3 ل 5 مليون دولار مال انتخابي انشرى اصوات شراء اصوات. طيب بندفع حق بنزين للسيارات كمان، هيدا من الحزب الحزب قدم بونات بنزين، يعني دفع فوق المليون دولار بس حزب. بونات ايه بس يعني حتى الحزب دافع للسيارات طبعا للناس لتطلع
عشان فعلا ينفع تنتخب؟ في مساعدات. هلا المساعدات تحججوا برمضان هن بس بالقوانين بالدول المحترمه اي هديه بتتقدم من حزب من المرشحين للنيابه خلال الست اشهر التي تسبق الانتخابات تعتبر رشوه انتخابيه. بالرشوه الانتخابيه رشوا كلهم ليوم الرشوه، كلهم ليوم الرشوه، يعني سواء البري ولا الحزب. طبعا الحصص التامة هل في ما كان في ناس تصور، يعني تصورها كانت، مش انا عم بكشفها. ايه هن انه فكرهم انه برمضان حجم، رمضان قبله 15 يوم من الانتخابات. ايه عم نحكي عن الست اشهر التي تسبق. بدي اعطيك مثل، يعني بالريف الفرنسي بتعرف في زراعة النبيد بالجنوب، بالزراعة العنب وفي طبعا النبيد، احدهم دايما بيوزع له بالعادة، بيوزع بموسم النبيد بيوزع لكل الجيران بالمنطقة، يعني بالدائرة إذا بدك المحل اللي ترشح فيها فيما بعد. يعني صعبة التوزيع آخر مرة تم وهو كان مرشح للنيابة خلال الست أشهر اللي سبقت الانتخابات، التغت الانتخابات بالكامل.